السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة منوعات فاطمة. نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم صحة جيدة إن شاء الله بحول الله. اليوم ما غادي نقدم معكم واحد الكوكيز أو البسكوي رائع جدا بدون سكر وبالدقيق الكامل. غادي ندوسوا الطريقة والمقادير مباشرة. هنا غادي نحتاج واحد 240 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ تكون بدون ملح. انا غادي نخدم غير بيدي، بغيتو ديروا العجانه ديروها. غادي نخدم الزبده مزيان حتى تولي بحال الكريمه تقريبا. هنا غادي نزيد القليل من الملح وغادي نزيد 80 غرام ديال العسل اللي يمكن تعوضوه بالسكر او بديل السكر. يعني السكر انا كنقصد هنا السكر الطبيعي، راه موجود في الاسواق اللي كيستعملوا اصحاب السكري بلا ما نذكروا السميات باش ما نديروا الاشاره حتى واحد. هنا غادي نخلط العسل والملحه والزبده مزيان، غادي نخدمهم مزيان. بغيتوا تختصروا المرحله كما قلت لكم غادي ديروا العجانه. هنا غادي ندير ابيض بيضه واحده وغادي نعاود نخلط. من بعد غادي نزيد معلقه كبيره ديال نشا الذره او نشا الحنطه، راه كتبع حتى هي موجوده، هي صحيه اكثر من نشا الذره. المهم قضيو باللي عندكم. غندير معلقه صغيره ديال الفانيلا باودر او فانيلا بودره او السائله اللي متوفر عندكم. ما عندكمش ديروا القشره الحامض ولا القشره ديال الليمون البرتقال. هنا عندي 80 غرام ديال الكوك او جوز الهند. غادي نخلطوا العناصر مزيان. هنا غادي نزيد 40 غرام ديال دقيق اللوز، هذه اختياري، الا عندكم زيدوه، ما عندكمش يمكن تستغناو عليه وديروا بلاصتو تزيدوا في الكميه ديال الدقيق. هنا عندي 300 غرام ديال الدقيق الكامل اللي غادي نبداو نزيدوه شويه بشويه. كنعرفوا بان الدقيق الاكل كامل عفوا راه كيشرب، وما تزيدوش دقة واحدة، يعني مرة واحدة زيدوه تدريجيا وانتم كتجمعوا العجين ديالكم. هنا راه زدت الدقيق كامل كما كتشوفوا، يعني 300 غرام ديال الدقيق. غادي نجمع العجين ديالي مزيان طبيعة الحال بلا ما ندلكوا العجين، نجمعو غير بالاصابع اليدين كما كتلاحظوا معايا. كما غادي تشوفوا العجينه راه كتكون لينه، المهم شاده راسها ماشي لينه بزاف ولكن شاد راسها. بعد ما عجنا العجين ديالنا غادي نقسمها هنايا الى اربعة اقسام. سمحوا لي هنا وقفت لي الكاميرا وما رديتش ليها البال. غادي نحربلهم حرابل وغادي نديرهم في بلاستيك غذائي وغادي ندخلهم المجمد ساعة تقريبا، نخليهم في المجمد ساعة حتى يجمدوا، ومن بعد غادي ندوزو المرحلة الموالية.
انا على فكره لما دخلتهم لا الفران لا حتى حاجه، العجينه حربلتها درتها في بلاستيك غذائي وغادي ندخلها للمجمد. هنا الحرابل ديالنا بعد ما خرجناه بالمجمد كما كتشوفوا راه العجينه قاصحه. هنا بما انني درت الكوك في الداخل ديال البيسكوي غادي نمرمد لي بودان ديالي في الكوك. كما يمكن لكم ديروا الزنجلان ولا ديروا كاوكاو ولا اللوز اللي متوفر عندكم قضيو به. انا غادي ندهن لي بودان ديالي بابيض البيض وغادي نمرمدهم في الكوك كما غادي تلاحظوا معايا. هنا غادي نكمل العمليه لبودان اللي عندي كامل او الحرابل كل واحد شنو كيسميهم ان مرمتهم في الكوك وغادي نخليهم واحد 15 دقيقه تقريبا باش يسهلوا نقطعهم ما يتفرتوش الا كنقطعوهم. تقريبا نخليهم 15 دقيقه الى 20 دقيقه وغادي نبدا نقطع البودان ديالي او الحرابل دوائر او تقدروا تميلوا السكين شويه باش يجيكم بحال الشكل ديال الفقاس كيبقى لكم كامل الاختيار. المهم غادي نقطعهم كاملين وغادي نستفهم في اناء ديال الفرن او الطاوه كما كنقولوا لها. ومن طبيعه الحال نكون شعلت الفران على درجة 350 فارنهايت 180 درجة سيلسيوس. غادي ندخلو البسكوي ديالنا تيتحمر كما غادي تشوفوا معايا. بعد ما خرجنا البسكوي ديالنا من الفرن غادي نخليوه يبرد عاد غادي نزوقوه بالشوكولاط يكون مذوب في حمام مريم مع قليل من الزيت او القليل من الحليب كيبقى لكم كامل الاختيار. وغادي نبدا ندير الخيوط او خطوط عشوائيه وغادي نخلي الشوكولاط ديالي او الكوكيز ديالي او البسكوي في نفس الصينيه ديال الفرن تيجمد داك الشوكولات وغادي نجمعوه وهكا كنكونوا درنا البسكوي او الكوكيز او حلوه سهله جدا وكتجي بنينه بنينه. ما تنساوش تجربوها. هذا هو النوع ديال الشوكولات عفوا اللي درت. انا درت شوكولات بدون سكر وفيه النسبه ديال الكاكاو 55%. يمكن ديروا اي نوع ديال السكر اللي بغيتوا. وهذا هو الكوكيز ديالنا كيجي رائع. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وما تنسوناش بالبارطاج ولي كومونتير والتشجيع. شكرا لكم على الدعم المستمر والى فيديو قادم ان شاء الله. في امان الله.